تتواصل عمليات الجيش الوطني ويتواصل تقدمها في صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي التي يستمر نزيفها وتزداد خسائرها كل يوم. عشرات القتلى والجرحى سقطوا من الحوثيين في مديرية باقم شمال المحافظة بعد معارك عنيفة. مصادر عسكرية أفادت بأن قوات الجيش شنت هجوماً واسعاً على مواقع متفرقة في محور علب، وأحكمت سيطرتها على مناطق عدة، فيما دمر الجيش آليات قتالية تابعة للميليشيا. عمليات الجيش الوطني تأتي لتضييق الخناق على الحوثيين في المناطق التي تفصله عن مركز مديرية باقم، والتي كان الجيش قد سيطر على عدد منها، بينها السلسلة الجبلية المطلة على مركز المديرية. خسائر الميليشيا تتواصل في معارك صعدة، فقبل أيام لقي عدد من القيادات الميدانية مصرعها في منطقة مران غرب المحافظة، كما عثرت قوات الجيش على مخازن أسلحة تحوي كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وعدد من أجهزة الاتصالات. عمليات توغل الجيش الوطني الواسعة في محافظة صعدة تمثل أهمية استراتيجية في معركة استعادة الشرعية من خلال تحرير معقل الحوثيين، فكل شبر تخسره الميليشيا في صعدة تساوي قيمته العسكرية مئات الكيلومترات خارجها، وكل خطوة للجيش داخل صعدة تحد وتربك تحركاتها في المناطق البعيدة الخاضعة لسيطرتها.